بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم. وقد توقفنا في اللقاء السابق في الوقف والابتداء عند الآية 92 من سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري. أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم. في قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم. الوقف عند ولقد جاءكم موسى بالبينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم. والقرآن الكريم لا زال يحكي لنا مشاهد خزي وعار وقع فيها بنو إسرائيل مع أنبياء الله تبارك وتعالى. وطبعا ربنا تبارك وتعالى يقول في الآية قبلها: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فأراد ربنا أن يبطل ما قالوه من أنهم يؤمنون بالتوراة، فأبطله بعدة أمور. أولا، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. نعم. وأبطله ثانيا بقوله: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. يعني أنتم أيضا كفرتم بموسى عليه السلام وكفرتم بما عندكم. والبينات هي الآيات الواضحات الدالة على صدق موسى عليه السلام. وعلى هذا التوجيه يمكن أن نعتبر الوقف على قوله إن كنتم مؤمنين وقفا كافيا، ويكون ما بعدها تتمة لنقض ما زعموه من إيمانهم بالتوراة، ويمكن أن نعتبرها وقفا تاما ونبدأ لقد جاءكم موسى بالبينات على اعتبار أنها مشهد يعني آخر من مشاهد بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. طبعا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم هنا تفيد الترتيب والتراخي. وإذا أفادت الترتيب والتراخي فيجوز أن نقف على ما قبلها ونبدأ به. لماذا؟ لأن فيها تراخي. نعم. والتراخي يناسبه الوقف. نعم. فنقول ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم نقف ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وطبعا لكن لا يجوز البدء وأنتم ظالمون على اعتبار أنها جملة حالية. نعم. طبعا هو وإن كان الوقف جائزا إلا أن الوصل أولى. لماذا؟ لأن ربنا ساق هذه الآية ليبكتهم وليعاتبهم. فلو قلنا ولقد جاءكم موسى بالبينات ووقفنا، التبكيت ليس هنا، ليس محله هنا. محل التبكيت أنهم اتخذوا العجلة يعني من بعد ما جاءهم البينات. محل التبكيت أنهم بعدما جاءهم البينات، بعدما جاء موسى بالبنات اتخذوا العجل، اتخذوا عبادة العجل، عبادة العجل وأحبوه. اتخذوا العجل وأحبوه وعبدوه. فتبكيت الله لهم الذي يدل عليه سياق الآية لا يظهر إلا في ثم اتخذتم العجل. إذا وصلنا لكن لو قلت ولقد جاءكم موسى بالبينات، هي طبعا من الناحية النحوية جائز الوقف، لكن من الناحية البلاغية لا يظهر التبكيت والعتاب في الآية والتوبيخ إلا بالوصل. فنقول الأولى أن نقول ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا كما تفضلتم أن الواو في وأنتم ظالمون حالية، والجملة في محل نصب حال، وأنتم ظالمون حال مما قبله. نعم. إذن الآية لا وقف فيها، توصل كاملة. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم صحيح. أو توصل كاملة مع بعضها. نعم.
قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. نعم تفضل. طبعا وإذ أخذنا ميثاقكم شرحنا نظير هذه الآية قبل ذلك. نعم. وقلنا إن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل إما أن يكون هو المذكور وهو قول خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني كأن الميثاق خذوا ما آتيناكم بقوة. إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا الميثاق تعليم التوراة بقوة. لو اعتبرناها هي الميثاق فنصل نصلها على اعتبار أنها تفسيرية، لكن الأولى أن الميثاق أصلا لم يذكر هنا، والميثاق هو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن لا يشركوا به وأن يوقروا الأنبياء ويعظموهم ويؤمنوا بالتوراة ويؤمنوا بما أنزل عليهم وبالرسل الذين أنزلهم الله تبارك وتعالى عليهم. ثم أراد أن يبين لهم طريقة الإيمان، كيف تؤمنوا كيف تنفذون الميثاق، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني الميثاق الذي أخذناه عليكم وهو الإيمان بالله ورسله وكتبه خذوه بقوة. لذلك أهل العلم استنبطوا من هذا أن العمل له شرط صحة، حتى يكون العمل صحيحا أن يكون خالصا صوابا، لا يقبل الله من العمل إلا أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحد. نعم، خالصا لله وصوابا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن من شروط كمال الإيمان أن تأخذ الكتاب بقوة وأن تأخذ تعاليم الله عز وجل بقوة وتنفيذ سريع. في موضع آخر قال خذوا ما آتيناكم بقوة. نعم، وقال يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خلاص، فهنا قالوا إن قال لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا يعني لا تأخذوها لا تتباطا بتواني وتباطؤ. نعم. وفي وحين أوحى الله عز وجل أوصى أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن يعلمهن وأن يعملوا بهن، فأبطأ يحيى فقال له عيسى إما أن تبلغ أو أبلغ، قال له لا إني أخاف أن إني سأبلغ أخاف أن أبطئ فيعني أعذب أو أنال غضب الله تبارك وتعالى. نعم. فالإبطاء في تنفيذ أوامر الله ليس المراد التنفيذ فقط، بل التنفيذ بسرعة وبقوة كما هنا، فخذوا ما آتيناكم بقوة، سرعة استجابة. وعلى ذلك لو اعتبرنا أن قوله خذوا ما آتيناكم بقوة هو الطريقة تنفيذ الأوامر، فيجوز أن نقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ثم نقف ونقول خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني خذوا ما آتيناكم من الميثاق بقوة واسمعوا. طبعا اسمعوا سماع استجابة، سماع استجابة وتنفيذ ليس مجرد سماع فقط، مجرد السماع، لأنه لو كان مجرد السماع لم يؤمروا به، لأن الناس كلهم يستمعون. نعم. إنما خذوا اسمعوا سماع استجابة. نعم. لذلك بعدها قالوا سمعنا وعصينا، لم يقولوا سمعنا فقط، إنهم يعلمون أنهم مأمورون بالسماع الاستجابة. يعني سبحان الله، يعني المؤمن الحق والذي يستمع ويجيب سماع استجابة وطاعة. صحيح. قالوا كما قال المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صحيح. وطبعا هنا كما تفضلتم وقد ذكرنا قبل ذلك أن آيات سورة البقرة ربنا عز وجل يقارن فيها بين بني إسرائيل وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالوا سمعنا وعصينا، في آخر سورة البقرة قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. فهناك فرق كبير بين المتلقين. هناك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صحيح، وهنا يفرقون. نعم نعم. قوله عز وجل
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. قوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. طبعا هو قالوا سمعنا وعصينا يجوز الوقف. نعم. لأنه رد منهم على الأمر. هم قالوا ربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فأجابوا وقالوا سمعنا وعصينا وانتهى كلامهم. ربما يقول قائل إن وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم حال، هو يمكن أن نعتبرها حالا، لكن هناك احتراز ينبغي أن نتنبه إليه، أن الجملة قبلها مبدؤة بقالوا. قالوا سمعنا وعصينا، لو أننا قلنا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا، فربما يتوهم إن وأشربوا داخل في قولهم، داخل في القول. لكن الأولى أن نقول إن الواو هنا استئناف، قالوا سمعنا وعصينا وانتهى كلامهم، ثم استأنف قولا منسوبا إليهم أو استأنف فعلا أو صفة نسبهم إليها، فقال وأشربوا في قلوبهم. فأشربوا ده كلام رب العالمين تبارك وتعالى يصف به بني إسرائيل، وقالوا سمعنا وعصينا هذا كلام بني إسرائيل، وانتهى كلامه، ثم أبدأ وأقول وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. نعم. لكن لو أن قارئا قرأ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لا مشكلة، إن الواو حالية. نعم. لكن نعم. الأمر فيه سعة يعني. وعبر هنا بشربوا. نعم. لأن الشراب يتغلغل في الجسم بسرعة. صحيح فعلا. فهنا قال وأشربوا في قلوبهم العجل، كأنهم يعني أحبوه. نعم. وتغلغل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الشراب في الجسد. صحيح. الإنسان حين يكون عطشا وفي الحر الشديد والقيظ الشديد ويشرب، يشعر أن الماء قد تغلغل في كل جسده. وطبعا هذا التعبير القرآني تعبير فريد، وأشربوا في قلوبهم يعني أنهم بلغ بهم حب العجل أنه تغلغل في كل كيانهم، في كل ذرة من جسدهم. وطبعا هذا يعني يدل على صفة كاشفة لبني إسرائيل، أنهم أصلا حين آمنوا بموسى لم يكونوا آمنوا به إيمانا مطمئن وإيمانا صادقا. نعم. وإلا فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وتغلغل في الجسد لا يستطيع أحد أن يهدمه. نعم. فمعنى أنهم لمجرد أن جاء العجل فأشربوا حب العجل في قلوبهم وعبدوا، أنهم أصلا حين آمنوا بموسى لم يكونوا قد آمنوا. نعم. وإنما آمنوا إيمانا ظاهريا. نعم. خلاص أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. طبعا الباء هنا سببية بسبب كفرهم. يعني قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. طبعا هنا أيضا رد، لأنهم قالوا قبل ذلك قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نعم. فربنا قال إن كان ما أنزل أو إن كان إيمانكم هو أن تقتلوا الأنبياء وأن تكفروا بموسى وأن تتخذوا العجل من دون الله وأن تعبدوه، فبئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني بئس هذا الإيمان الذي يأمركم الذي بمثل أفعالكم التي تفعلونها. صحيح. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، والوقف هنا جائز على اعتبار كما شرحنا قبل ذلك إن كنتم مؤمنين. جوابها يمكن أن نقول إن جوابها محذوف، أي إن كنتم مؤمنين. طبعا الجواب محذوف يدل عليه سياق الكلام، إن كنتم مؤمنين فأجيبوني، أو إن كنتم مؤمنين فابتعدوا فلما فعلتم هذا، أو ابتعدوا عما أنتم فيه. وقيل إن الجواب هنا يعني إن كنتم مؤمنين جوابها، أو هي جواب لما جوابها ما قبلها، يعني إن كنتم مؤمنين تقدم عليه، تقدم الجواب على الشرط. وهذا قول ضعيف عند النحويين، والأولى أن نقول قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، ثم نقف ونقول إن كنتم مؤمنين، ونقدر جوابا محذوفا. نعم. بارك الله فيك. ومن وصل أيضا فلا مشكلة. بارك الله فيك. الأمر فيه سعة. قول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. طبعا هنا الجواب جواب فتمنى الشرط فتمنوا الموت إن كنتم، فلا يفصل جواب عن الشرط عن جواب. نعم إن والفعل إن كانت، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا جواب نعم الشرط نعم فلا يفصلان. طبعا هنا في الآيات ربنا تبارك وتعالى يعني ذكر نظائرها في نظيرا لها في سورة الجمعة، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، هم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فربنا يقول إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فالولي أصلا يتمنى الموت ليلحق بمحبوبه، نعم يلحق بالرفيق الأعلى يذهب لرب العالمين. الله أحب الله لقاء، صحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فإن زعمتم أنكم فعلا أولياء فتمنوا الموت، لأن الذي يتمنى الموت يريد أن يذهب لحبيبه رب العالمين تبارك وتعالى إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هنا ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ لأنهم أصلا يعلمون أنه يقينا أنهم كفروا بالله وبرسوله وبرسله وبكتبه المنزلة ونقضوا العهود والمواثيق. نعم. فهنا قل إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون خالصة، يعني لكم وحدكم دون غيركم. لأنهم قالوا إن إحنا يعني سيخلفنا يعني في مدة عبادة العيد هم لا يعذبوا فيها، وبعد ذلك يخلفنا محمد وأصحابه صحيح في النار، هم هذا قولهم. بئس ما قال، بئس ما قال. ويقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني لكم وحدكم دون غيركم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم. فتمني الموت أصلا منهي عنه شرعا، لأن فيه شيئا من القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان قد يعني يصل به الحال أنه لا يتمنى الموت، والتمني المنهي عنه أن أدعو على تقول يا ربي اقبض روحي أو أمتني أو كذا. نعم. خلاص، فهو في الشرع منهي عنه، لكنه هنا في الآيات جاء على سبيل الافتراض، يعني إن كانت فعلا إن كنتم كما تزعمون جاء لكم الدار الآخرة خالصة فتمنوا الموت. طبعا هذه شريعة بني إسرائيل، حتى لو اعتبرنا أن تمني الموت عندهم كان جائزا، لكن عندنا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم. طبعا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. فتمنوا دي ما جواب إن. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لو نعم. أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. نعم. وورد في بعض الآثار لو أن أحدهم تمنى الموت لشرق بريقه. يعني شرق بريق يعني مات من ريقه وهو يبتلع ريقه لشرق منه. نعم. لكن هذا لم يحدث. نعم. وكان بعض السلف يقول لو أن أحدهم تمنى الموت لماتوا جميعا ولم يبق منهم أحد على ظهر الأرض إلى الله. قيام الساعة. نعم. نعم. لكن هذا لم يحدث طبعا. ولن يتمنوه، لن هنا لن تفيد النفي، نفي المؤبد عند بعض العلماء في المؤبد، لكن هو الراجح أنه ليس مؤبدا. لكن في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه، وهنا ولن يتمنونه، يعني عبر بجميع صيغ النفي أنهم لا يتمنونه ولن يتمنى، لا يتمنونه في الحال ولن يتمنوه في المستقبل، لا هم ولا أبناؤهم، لأنهم يعلمون جرم ما فعلوه. والذي يكون فيه فعل الجرائم الكثيرة هذه يخاف من الموت، هو أصلا لتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرف كما نعم. نعم. طبعا قبل أن ننتقل إن كنتم صادقين الوقف على ما قبلها يعني فتمنوا الموت، يجوز أن نقول فتمنوا الموت ثم نبدأ إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. والأولى هنا الوصل. لماذا؟ لأن الجواب المحذوف لإن كنتم هو عين ما قبلها اللي هو فتمنوا الموت، فدل عليه ما قبلها، فالأولى أن نصلها إلى آخره. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. المهم أن القارئ لا يقف على من دون الناس ثم يبدأ فتمنوا الموت. نعم.
إنه هو وقف ممنوع. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم. طبعا أيضا ولن يتمنوه أبدا لا يقف القارئ هنا ثم يقول بما قدمت أيديهم، لأن الباء هنا سببية. نعم. يعني لن يتمنوه أبدا بسبب ما قدمت أيديهم. من طبعا ما قدمت أيديهم من قتل للأنبياء وتكذيب لهم ونقض للعهود والمواثيق وجرائم كثيرة. عند بما قدمت أيديهم وقف كافي. نعم. أو تام. كافي أو تام. نعم. تام على اعتبار أن والله عليم بالظالمين، هذا حكم عام يشمل بني إسرائيل وغيرهم. نعم. وكافي على اعتبار أن الكلام لا زال متصلا عن بني إسرائيل. نعم. لكن على كل يجوز أن نقف، محطوط على في المصحف، وضع عليها في المصحف. نعم. قال نقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم نقف ونقول والله عليم بالظالمين. قول الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. نعم. في طبعا وقف، هذا وقف تعانق. نعم. هو تعانق في بعض المصاحف، بعض المصاحف يقف على حياة ثم. نعم. يبدأ ومن الذين أشركوا. طبعا والبعض لا يقف ويقف عند أشركوا. نعم. حتى نذكر المشاهد الكريم. نعم. بالوقف المعانقة. نقول هو أن تأتي كلمة، وقف المعانقة أن تقع كلمة. تعريف الوقف مهم جدا، تعريف حتى يتضح المعنى. أن تقع كلمة بين جملتين، كلمة مركب لا معنى لها وحدها، كلمة وحدها لا معنى لها، يعني كلمة لا تفيد معنى، لا تفيد معنى. كلمة أو كلمتان اللي هو مركب غير مفيد. أن يقع قبل أن تقع كلمة بين جملتين، جملة قبلها وجملة بعدها. نعم. ترقب هذه الكلمة الجملة الأولى لتعانقها وتتصل بها لتتضح، أو ترقب الثانية لتعانقها لتتصل بها لتتضح. طيب لو أننا فصلناها عما قبلها وعما بعدها لا يصلح، لا هي ترقب الجملة التي قبلها. لو أخذنا مثال سورة البقرة في الأول، ذلك الكتاب، فمثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، وده شرحنا قبل ذلك، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب، هذه جملة. نعم. وبعدها فيه، وجملة هدى للمتقين جملة تانية، جملة أخرى. طيب كلمة فيه هذه كلمة وقعت بين جملة قبلها ذلك الكتاب لا ريب، وجملة بعدها هدى للمتقين. فكلمة فيه ترقب الجملة قبلها لتعانقها لنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. ترقب الجملة الأولى لتعانقها اللي هي ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، لا ريب. يعني ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب، جملة لا ريب، لا ريب فيه، هذه كلمة فيه ترقب الجملة قبلها لتعانقها لتقول يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. جائز. صحيح. ثم نقول هدى للمتقين. ثم هدى للمتقين. أو ترقب الثانية التي بعدها. نعم. تقول ذلك الكتاب لا ريب وتقف وتقول فيه هدى للمتقين. لا مشكلة. لكن الممنوع أن أفصل فيه عما قبلها وعما بعدها. يعني لا يجوز أن أنا أقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب، لا، وبعدين فيه، أقول فيه لوحدها كده. نعم. وبعدين هدى للمتقين، هذا لا يجوز، لأن نعم. فيه هنا لا معنى له، كلمة انفصلت عما قبلها وبعدها. يعني التعريف مرة أخرى، لأن أن تقع كلمة، طبعا وقف المعانقة عشان التعريف مهم اللي بيكتب يعني. صحيح. أن تقع كلمة بين جملتين. نعم. ترقب الجملة الأولى لتعانقها لتتضح، أو الثانية لتعانقها لتتضح. جميل. إذا سمي المراقبة لأن الكلمة ترقب التي قبلها أو التي بعدها. يعني سمي المراقبة والمعانقة. نعم. نعم. المراقبة لأنها ترقب، المعانقة لتتصل بها لتعانقها. طيب هنا في الآيات ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذه جملة. طيب ومن الذين أشركوا ما معناها؟ لا معنى لها. لا معنى لها. فهذه يعتبر قائم مقام الكلمة، أي مركب غير مفيد. طب بعدها يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. إذن وقعت ومن الذين أشركوا مركب غير مفيد بين جملتين. نعم. لابد أن توصل بالأولى أو الثانية. بالثانية.
يعني يجوز أن أقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ثم أقول يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ثم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لكن الممنوع ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ثم نقول ومن الذين أشركوا، ويقف وبعدين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لماذا ممنوع؟ لأن كلمة ومن الذين أشركوا هنا ستصير لا معنى لها، فصلت عما قبلها في الكلام، فصار مركبا غير مفيد. يعني ما معناها؟ لا معنى لها. طيب نعني المشاهد هنا فهم ما معنى المعانقة. طيب أيهما أولى، أن أقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ثم أقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم؟ أيوة. يعني الآن يعني القارئ كيف يقف في هذا في على هذا الموضع، هذا التعانق. هل يربط المركب هذا غير المفيد للكلمة بما قبلها أم بما بعدها؟ طبعا الآيات تتحدث عن اليهود، ثم أراد الله عز وجل الخطاب أصلا عن اليهود للمشركين. يعني خطاب مع المشركين، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم المؤمن وغير المؤمن. خلاص في القوم في المدينة أو في مكة. فربنا يقول ولتجدنهم، أي اليهود الذين تكلمنا عنهم لأنهم لا يتمنون الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وطبعا معنى أحرص الناس على حياة يعني أنهم يتمنون أي حياة. يعني نكرت حياة لتدل على أنهم يريدون أن يعيشوا أي حياة، حتى المهم أن يعيش، يعني يعيش حتى لو كان ذليلا مهينا. المهم أن يعيش. طيب لو قلت ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فقد خصصت الوداد اللي هو هذا الوداد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة بالمشركين، ببعض الذين أشركوا. وبالعكس هو ألصق هذه الصفة، ألصق باليهود من المشركين. يبقى إذن الأولى أن نقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هؤلاء اليهود وبعض المشركين أحرص الناس على حياة. ثم الاثنان اليهود وبعض المشركين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وطبعا ذكرت ألف سنة على سبيل المبالغة أو على سبيل التقريب. يعني يعني هو لو كان العرب كلمة ألف عندهم من أعلى الأعداد عنده، يقول ألف سنة، فيقول يعني لو يود أحدهم لو يعمر عمرا كبيرا جدا لا نهاية له. وكان يدعون لبعضهم يقولون عيش ألف سنة. صحيح، ويعني معناها عيش ليس يعني ألف سنة فقط، يعني يعيش عمرا مديدا، عمرا مديدا لا نهاية له. فهو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة تعود على اليهود وعلى بعض الذين أشركوا. لذلك الأولى أن أقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، لأجعل اليهود وبعض الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. ثم يود أحدهم، أي من اليهود والذين يعني أشركوا، تشمل الاثنين الصنفين اليهود والذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، يعني طبعا لو هنا مصدرية يعني يود أحدهم التعمير ألف سنة. نعم التعمير. الله يبارك فيك. يعني ده توجيه جميل. يعني القارئ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ممكن يقف هنا. نعم صحيح. ويقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نعم. والأولى أن يصل. الأولى أن يصل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. نعم. ثم يقول يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لتشمل الإيه؟ الصنفين اليهود والإيه؟ وبعض الذين أشركوا النصارى. ولكن الممنوع أن نقف نقول ومن الذين أشركوا ونقف. لابد يعني أن الممنوع لتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم. ثم نقول ومن الذين أشركوا، هذا يعني الممنوع، هذا هو الممنوع، إن ستصير ومن الذين أشركوا لا معنى لها. نعم. طبعا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الواو في وما هو بمزحزحه يمكن أن تعتبرها واوا حالية. نعم. ويمكن أن تعتبرها استئنافية. سبحان الله. يعني يجوز أن، طب لو كانت حالية
أصل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو يعني والحال أنه لن يزحزح من العذاب إن عمر. نعم. ويمكن أن نعتبرها استئنافية، وهو استئناف حكم جديد على اعتبار أنكم لو عمرتم ماذا بعد التعمير؟ هنا المعنى الكلام وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني أن يعمر هنا اسم ما هنا بتسمى عند العلماء ما الحجازية اللي لها اسم وخبر. نعم. أين اسمها؟ أن يعمر، يعني وما هو وما تعميره، وما التعمير بمزحزحه يعني العذاب، بمزحزحه يعني العذاب. يعني حتى لو عمر 100,000 سنة وماذا بعد؟ سيدخل جهنم وبئس المصير أيضا. نعم. يعني ما هنا حجازي اسمها أن يعمر، وكما قلنا قبل ذلك في بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، هنا أن يعمر مصدر أن. نعم. وما بعدها في تأويل مصدر. نعم. طب ما إعراب هذا المصدر؟ اسم ما. اسم ما الحجازي، إذن هنا لا تفصل عما قبلها تماما، يعني وما تعميره بمزحزحه من العذاب. يبقى إذن نقول وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يمكن أن نعتبر الواو حالية فتوصل بما قبلها يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، ويمكن أن تعتبرها واو استئناف فتقول تبدأ وتقول وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وهذا جائز وهذا جائز. بارك الله فيك، والله بصير بما يعملون. الوقف عند يعمر يمكن. نعم. أن يكون كافيا ويمكن أن يكون تاما. صحيح، وإن كان الأولى أن يكون كافيا، لأن طبعا. نعم. الكلام لا زال متصلا عنهم يعني. نعم. والوقف على والله بصير بما يعملون هنا وقف تام. وقف تام. وقف تام. لماذا؟ طبعا بعدها قل من كان عدوا لجبريل، كلام جديد يحكي مشهدا جديدا. نعم. وخزيا جديدا من مخازي بني إسرائيل، وأنهم كأنهم عادوا جبريل وأحبوا ميكائيل. نعم. فبيحكي هو مشهد جديد من مشاهد الأحداث مع من مشاهد قصة بني إسرائيل، فيقول قل من كان عدوا لجبريل، يعني يجوز أن أبدأ في الصلاة أو أصلي بالناس، يعني أبدأ. نعم. أبدأ في الركعة قل من كان عدوا لجبريل، أو أبدأ في تعليم الناس أو في حلقة قرآنية أو مع تعليم الأولاد. نعم. وده فائدة معرفة الوقف التام، أن الوقف. نعم. التام يجوز أن تبدأ به بعد انقطاع فقط. نعم. أما الكافي والحسن فلا يبدأ به إلا بعد اتصال يعني. نعم. خصيصا على رؤوس الآيات. نعم. نعم. بارك الله فيكم. حفظكم الله. الله فيكم. قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إن شاء الله نرجئه للحلقة إن شاء الله. القادمة إن شاء الله. كان في العمر بقاء. الله يبارك فيه. نسأل سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، اللهم آمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، آمين، وشفاء همومنا وجلاء أحزاننا، آمين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن، آمين، واجعله شفيعا لنا إلى يوم نلقاك يا رب العالمين، آمين، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، آمين، واجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقون، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.